إنه بهاليومين الجايين إنه لازم أعمل شغلة تخلي فدية، تروح وتترك البيت وساهر وما عاد ترجع بأي شكل؟ يومين يومين اثنين أوف. كل ما فكرت إنه خلصت من كل المشاكل يلي حايمة حوالي، صندورة الزفت بترجع بتخلق لي مشكلة جديدة. بيومين بس شو بدي أعمل؟ فهمتوا شو اللي رح يصير؟ رح ناخد عينة من الدم. أنا جهزت كل شيء وحكيت مع الكل كمان، ورح نبلش بالبيت البراني. بس لسه في شغلة واحدة، نحنا كيف رح نقنع ساهر إنه يروح على هالبيت؟ فيك تترك هالشغلة علي أكيد وشار؟ سيد المحيط معي أكيد رح يقتنع، أنا بوعدك. بس أنت لازم تقلي أمتى لازم جيبه لهنيك. هلأ؟ رح تقدر؟ إيه، بس لازم نجيب النتيجة وبعدها نحن رح نربح اللعبة. انتظر شوي لو سمحت. شو في فدية؟ توشار، أنا بدي أعتذر منك. أنا قررت أنه أنهي كل المؤامرة اللي رح نعملها. أنتي شو عم تقولي فدية؟ لا تزعل مني، بس أنا ما بدي نثبت للكل أنه سمير طلع ماله جزء من هاي العائلة، لأنه سمير جزء من عائلتنا عن جد. أخي، روابط العاطفة بتضل أعظم من قرابة الدم، وسمير أكيد عمل هذا الرابط بدون ما يحس مع كل واحد فينا. بس إذا انكسر هذا الرابط اللي بيناتنا، في كتير قلوب بتنكسر معه. أكيد أنا ما بدي أجرح حدا حتى أقدر أفضح سوريلي، ما بدي يصير هالشي هاد. أنا ما بدي زعل حدا. فدية، أنت من شوي قلتي إنه الروابط العاطفية بتكون عظيمة كتير. كل العائلة صدقت إنه سمير بيكون من لحمه ودمه، بس أنت كنت بتعرفي دائماً إنه سمير ما بيربطك فيه أي شيء. قلي لي ليش أنت بتحبيه لحد هلأ؟ لأنه كل الروابط العاطفية ما رح تفرق بين اثنين إذا في رابط دم أو لا. تأكدي إنه كل العائلة رح تضل تحبه لسمير كتير ولو بعد الحقيقة. فدية توشار أكيد معه حق أختي، بس الليلي مو غلط نخبي مثل هيك حقيقة عنهم؟ لازم تجاوبيني، سوريلي استغبت كل العيلة بهالكذبة الكبيرة هي، لازم نوقفها يا أختي. فدية، سمير رح يضل معك أنت لا تخافي، بس لما تنعرف كل الحقيقة الوحيدة اللي رح تطلع من هالبيت هي سوريلي، وأكيد سمير ما رح يرضى يروح مع هيك وحدة. سمير رح يعيش معنا هون فدية بهذا البيت. سمير 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 منيح، بما أنك اجيت لحالك يلا رح نروح، وسيد المحيط ما رح يكتشف هالشي أبداً. واحد غبي، انتو ما بتعرفوا ساهر سينج جيمس بوند. انت ما فيك تخبي عني اي شيء، انا رح اكتشف كل شيء. نحنا رح نلعب لعبة سرية، ما في حدا رح يعرف هاللعبة ابدا،
نحن لازم نلعب هاي اللعبة كلنا سوا، بس كمان لا تخلي خالك ساهر يعرف فيها، لأنه ساهر رح يكون نايم وقتها. معناتها ساهر براتاب سينج القوي ما رح يكتشف لعبتنا أبداً، وساهر جيمس بوند رح يكون نايم وقتها. هلأ فهمت عليكم، انتوا رح تلعبوا بدوني، أنا بورجيكم. أنا رح أقول لأختي سندور عليكم، وهي رح تضربكم كفوف ورح تبهدلكم كمان. رح نتخبى هلأ بشي مكان، أكيد سيد المحيط ما رح يعرف وين مكاننا، هو رح يضل عم يدور بالبيت علينا. يلا رح نلعب، هاي اللعبة كتير حلوة، لازم نروح من هون أنا وياك، أكيد كل العيلة رح تخاف وتصير تدور علينا بكل مكان. كمان ما حدا رح يكتشف المكان السري اللي رح نتخبى فيه. يلا 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 خلينا نروح. إذا بروح لحتى أقول لأختي سندورة عليهم، أنا ما رح أعرف وين تخبوا. أنا لازم ألحقهم لحتى أعرف وين راحوا. إيه أنا رح أكشفهم هلأ، رح يخافوا مني كتير كتير، ما رح يقولوا مرة تانية إنه جيمس بوند بيكون نايم، وقتها رح يصيروا يلعبوا معي دائما أغبياء. تين 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 تين. يلا جيمس بوند. يعني كل شيء جاهز دكتور؟ ولا يهمك دكتور، كل شيء منيح. اوكي. هي اخذت عينة الدم منه. انتبهوا ساهر ورانا. هن انتخبوا، يعني اللعبة السرية بلشت. يلا أنا رح أمسكهم كلياتهم، هنن رح يخافوا مني كتير. تن تن كلهم تخبوا. يا سلام هاللعبة كتير حلوة. تين 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 تين. شو صاير؟ شو عم تعملوا هون؟ قولي شو بدنا نقول لها هلا؟ أنا كنت عم أعمل مثل جيمس بوند أختي. أنا سألت سؤال، أنتوا شو عم تعملوا هون؟ شو جابكن؟ أنا كنت لحقكن وأنتوا وراي؟ بتعرفي شو صار؟ هن كانوا عم يلعبوا كلهم لعبة التخباية، فكروني ما رح أقدر أمسكهم، بس أنا مسكتهم قدامك. ماما أنا ناديت لهم كلهم لهون، قلت لك إنه عم أعمل المشروع العلمي للامتحان، مشان هالشي أنا عملت مختبري بهذا البيت. أنا بس ناديت لهم حتى يجوا يتفرجوا علي معي. امتحاناتك قربت كتير بارات وأنت عم تتسلى بهالمشروع؟ أنا ما قلت لك تضل عم تدرس جوا؟ بس ماما هذا المشروع العلمي كمان مهم.
بتعرفي يا أختي سندورة؟ بصراحة أنا معجب فيه كتير، ما شاء الله هو ذكي. ما في داعي تقلقي مشان دراسته، إذا بيحتاج أي مساعدة أنا هون. ساهر تأخر الوقت، روح على غرفتك ونام. بارات يلا. وبظن بيستعملوا لاختبار الدم. ليش؟ ليش هون؟ أنا اللي جبته، بارات رح يحتاجه. هو قال إنه حابب يعمل مختبر صغير، وقلت لحالي أكيد رح يحتاجه، هو بيستفيد منه بالتجارب الصغيرة. إيه ماما؟ ساهر بارات امشوا يلا. شفت جيمس بوند مسكن هاي المرة. تصبحوا على خير. يا ربي نحن نفدنا منه بإعجوبة، بس مشكلتنا هيك ما رح تنحل بنوب. سمير أخذنا عينة من دمه، بس كيف رح ناخد عينة من ساهر؟ بس بدي افهم هالحية شو جابها لهون بهذا الوقت. معقول تكون شافتني وانا عم اطلع على هدوك من الشباك؟ شو عم يعمل هالممثل هون؟ اللي انت بحاجة شي؟ اختي سندورة هي انتي؟ ايه طبعا، انا اذا احتجت اي شي رح قلك. بس بدك تقولي لي بالأول، أنت ليش عم تهتمي فيني بهالأيام؟ أنا شفتك عم تشتغل شغل الجنايني، لهيك خطر لي أسألك هذا السؤال. الورد والزرايع وورق الشجر والريحة الطيبة والأرض الخضراء، كل هدول الشغلات الحلوين بدهم اهتمام أختي سندورة. أنا من طفولتي كبرت وربيت مع هالشغلات وتعلقت فيها زيادة. قولي لي كيف أنا بتخلى عن تعلقي فيها؟ أكيد هالشي مستحيل. لحظة بس، هاي خصوصي من شانك، وردة حمراء. ديري بالك ديري بالك، في شوك كبير على هالورد الحلو وأنا بخاف ينجرحوا إيديكي. كمان لما كنت بنت صغيرة كنت ألعب لعبة التخلص من الشوك، لهيك بعرف منيح كيف ميز بين الشوكة والوردة. خليني لشوف دبرها بمعرفتي. فهميني أنا كيف بدي بطل آكل هم الشوك اللي بالورد يا أختي سندورة. أنت مزبوط وردة بس ملياني شوك. وقت كنتي صديقتي ما كنت مفكر فيكي شوك كتير، بس أنا هلأ مضطر إنه أخلص من الشوك اللي فيكي بإيدي التنين. رح قلع شوكك، أول وأخطر شوكي بطريقي واللي لازم أخلص منه وبأقرب فرصة وممكن إنها تجرحني. سوريلي إيه سوريلي. كارتيك بترجعك. ليش؟
أنا بدي أكون لحالي هلأ، بترجاك بعد عني. لك أنت بتعرفي مين يلي بيحبك كارتيك أكتر وحدة بالعالم كله؟ هي أنت وما في حدا غيرك. أنا صاير مجنون فيكي سوريلي. سوريلي أنا بدي تكوني إلي بس مرة واحدة. ما عم أكذب، رح أتركها لمروة ورح أتزوجك أنت ونهرب فورا، ماشي؟ لا أنا كان قصدي إلك مو هلأ حبيبي، رح نحكي بخصوص هالشغلة بعدين، وإلا نحن أكيد رح نصير فرجة، صح يا روحي؟ إذا أنت شايفة إنه لسه بكير فموافق، ما رح أجي بعدين. هارش الحربوق، كنت حاسس إنه في لعبة كتير حلوة عم تصير بهالغرفة. أنا لازم راقبها بس من مكان أقرب كتير من هالشباك. فهمتي علي ما؟ قلتلك إنك صايرة ذكية، لازم تروحي وتركبي الكاميرا بغرفة سوريلي بلا ما حدا يحس، بعدها كمان بتطلعي بلا ما حدا يحس، بس بعد ما تركبي الكاميرا بالغرفة بعدها شغلنا رح يخلص فورا. لحظة بس، لحظة بس. بس شو؟ إلي سوريلي كيف رح تخليني فوت على غرفتها يا زكي؟ يا الله يا خالتي، أكيد أنت في جوا راسك مخ، ليش ما بتحاولي تشغلي شوي لتفهمي شو لازم تعملي؟ إلي أكتر من نص ساعة عم حاول أشرح لك، وحضرتك عم تطلعي فيي وتهزيلي براسك هيك على أساس فهمتي كل شي بدي إياه منك، وآخر شي عم تسأليني أنا كيف بدي فوت على غرفتها؟ أنا بقصد إنه هي أول مرة بعمل هيك شي هارش، إذا هي شافتني أنا. أنتي لحالك لازم تعمليها، ولا تقلي لي إذا شافتني شو يلي رح يصير، ها؟ لأنه خالتي أنتي أكتر وحدة بتعرفي سوريلي، وأنا منضل مختلفين ومتخانقين دائما، وما بصير هالحية التبن تضل واقفة بطريقنا، نحن لازم نخلص منها. يا خالتي أنتي لازم تعمليها، أنتي البطلة. أنا فيني أعمل شغلة، فوت على غرفة سوريلي بحط الكاميرا وبرجع فورا. أنتي في مجال تضلك ساكتة؟ تعرفي حضرتك إنه بنتك مجنونة؟ إذا عملت شي غلطة نحن منروح فيها. لا 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 ما بدي. هاي شو مفكر حالك أنت بس الذكي والناس تانين هن الأغبياء؟ تافه، أنا أكتر وحدة بتعرف تتجسس بهالبيت، فيني فوت على غرفة سوريلي وما رح تحس إني كنت فيها. يا غبية هاش الكاميرا، سوريلي ما رح تشوفها، إذا شالو حطتها هي المرة هي ما رح تغلط أبداً. شالو إذا بتفكري تغلطي أنا رح أقتلك وما رح أحكي معك أبداً لآخر حياتي. خدي خدي يلا. ماشي الحال. خديها ماما. ما قلتولي هاي الكاميرا ليش بدي ركبها بالغرفة؟ ساعدني يا ربي. بس أنا كيف بدي أقنعه؟ لأنه هو ما عم بيحكي معي كتير بهاي الأيام، وأنا أبداً ما عم بقدر شوفه لحاله لحتى أحكي معه. عن جد هي مشكلة كبيرة، باقي للحفلة يومين بس، كيف رح ناخد عينة من دم ساهر قبل هالموعد؟ ولا تنسوا كمان أنه لازم ناخد العينة بدون ما حدا يحس علينا أبداً. إيه؟ ضل عنا خيار واحد بس. يعني رح ناخد عينة من سيد المحيط بالحفلة؟ طب نحن رح نضطر ناخد عينة دم ساهر بالحفلة ونبعتها على المختبر، ووقتها لازم نعرف شو نتيجة الاختبار، بس طبعاً ضمن الحفلة. بس هالشغلة رح يكون فيها مخاطرة كتير كبيرة، لنفترض إذا صار أي تأخير بتحليل المختبر هيك رح تصير كل الأملاك باسم سوريلي أكيد، ووقتها نحن ما رح نستفيد شي إذا كشفنا الحقيقة أو لا، رح نخسر كل شي. رح تكون نجحت هي، يعني سوريلي رح تكون ضحكت على كل العائلة وحققت هدفها. ببالي خطة ورح تكون ممتازة سندورة، أنا رح نصب لهم اليوم فخ والعدو بيروح عليه، وبضمن لك بضمن لك إنه فدية رح تترك هذا البيت وتمشي بسرعة ونرتاح كلنا منه. دائماً أنت بتعملي خطط ممتازة سوريلي، بس للأسف دائماً بتطلعي أنت الخسرانة الوحيدة.
لهيك هالمرة ديري بالك منيح، هنن مو قاعدين حتى تهزميهم بسهولة. مزبوط أختي سندورة، أنا بتفق معك، بس في فرق بين خطتهم هنن والخطة اللي نحن عم نحيكها. الفرق كتير واضح، إذا انتبهتي نحن منعرف مين يلي عم بيحيكوا المؤامرة ضدنا وشو يلي عم بيطلع بإيدهم يعملوه، بس هنن ما بيعرفوا شو عم نحضر نحن لإلهم. لهيك معنا الكرت الربحان يلي رح يسعقن كلياتهم. أنا متأكدة من اللي رح أعمله هاي المرة ضدهم. الطيوبة هي اللي رح تخسر، بس حالياً أنا بحاجة مساعدتك مشان أعمل يلي براسي، بس بدون ما حدا يحس علي. احكي شو بدك. لا أكيد مو هون. يا ربي دخيلك، قديش رح تاخذ هالمجنوني وقت حتى تخبيها للكاميرا بشي مكان؟ سوري لي إذا فكرت تجي لهون أنا رح أتبهدل على الأخير. يلا استعجلي يا مجنونة، وينك؟ لك صارت هون. هو قصده سوري لي جاي؟ شو بدي أعمل؟ أنا ما عرفت وين لازم تنحط الكاميرا. لك يا مجنون يطلع من الغرفة فوراً. مرحبا أختي سوريلي. مرحبا. كيف حالك؟ أنا قصدي مو شي غريب كتير إنه أنا وإنتي عايشين بنفس البيت، بس أنا بالعادة ما بشوفك غير بالصدفة. ما بتمنى إنك تكوني منيحة. إنت مو شغلك. سوريلي ليش بتضلي مزعوجة مني وما بترضي تحكي معي أبدا؟ أنا شو عامل لك؟ على فكرة أنا كثير بحترم السينما والأوبرا، وقادر إني فرجيكي مواهبي بأي وقت بدك إياه. هرج بترجاك، إذا ما عندك شي حتى تعمل وروح تغلص على وحدي غيري، لأني مشغول كتير كتير. غبي. أنا رح روح وأتركك. الضو شغال يعني الكاميرا اشتغلت. أنا رح روح وأتركك أنت لحالك ورح حل عني. هلأ أنا رح روح وأتركك. فهمتي علي؟ أنا رايح وتاركك. شو هاد؟ أنا يا أختي سوريلي ناطرتك لأنه كان بدي فرجيك اللوك الجديد تبعي. بتعرفي جربت مكياج جديد اليوم، شو رأيك فيه؟ أي لوك قصدك؟ قصدي كتير حلو. شكراً. أنت بتعرفي أختي سوريلي أنا لما أجيت على هاي الغرفة حسيت إنه في شي ناقصني، لهيك أنا استخدمت مكياجك بدون إذنك. أنا آسفة كتير. آسفة. طبعاً ما في أي مشكلة، فيكي كمان تاخدي كل هاي العلبة معك إذا بدك.
هاي لإلي؟ يسلموا، شكراً كتير كتير إليك. يا ربي بترجاك تساعدني. يا الله شكراً. هاي العيلة رح تخليني جن عن قريب. حرشو؟ مشي الحال؟ هلا أنا بعدتك على الغرفة لتركبي كاميرا ولا لتمثلي شي دور؟ يلعن هالشكل. مين هاد بهالوقت؟ حدا طلع لفوق. أنا مضطرة أعيش هون وضل خايفة بهات البيت وعيون الكل علي، حتى إني إجيت بالسرقة على البراندة مشان أحكي معك شوي. شوف وأنا جاي لهون أنا ضربت رجلي بالزريعة وكنت رح موت من الرعبة عن جد، خفت حدا يفيق ويكشف يلي عم أعمله. ليك هي بس شغلت يومين والختيارة بتوقع الوراق، بعد ما توقع أنا رح أجي لعندك فورا، وقتها نحن رح نبيع كل الممتلكات ونروح اتنيناتنا لمكان بعيد. منروح لبعيد ومنبقى طول الوقت مع بعض، طول الوقت. روحي، في شغلة كتير مهمة، هديك الأمية فدية كمان. ايه هي غبية وما بتعرف انه رح تسلمني بإيدها كل الثروة لإلي ورح تطلع برات البيت نهائيا. عن جد انها غبية. محبتهم لسمير رح تعمي قلوبهم وما رح يحسوا عشي. لو إنه هاي فدية بس بتفهم شوي كانت انتبهت علينا. ما بترضى أبداً توقع هدول الوراق، كانت هي أكيد رح ترفض، وما كنت أنا رح أخذ كل هاي الأملاك والثروة. بس هاد لمصلحتنا، هي الكنة المطيعة المسكينة أكيد ما رح تخالف كلام حماتها، ونحنا رح نهرب مع بعض وناخد كل الثروة والأملاك يلي بتملكها العيلة. حبي لازم سكر هلأ قبل ما يجي شي حدا ويشوفني هون ويسمع شو عم أحكي معك. باي. لازم يروح هلأ لعند فيديا ويقول لها كل شي سمعه، ونحن رح نشوف الست فيديا شو رح تقول لخالتي بيوم الحفلة. هي ما فيها ترفض شي، وإذا غلطت وقالت لخالتي إنه ما بدها تبصم، وقتها أنا رح حرض خالتي وخليها تحقد عليها حقد كبير. رح نشوف فيديا، رح نشوف. وبنفس الوقت إذا ما قالت لها كمان هي الخسرانة. موقفنا هو رح يكون الأقوى بهي اللعبة سوريلي، بس رح نشوف بعدين مين اللي رح يربح بآخر اللعبة. كل شي جاهز لبكرة بولا؟ اي نعم.
ما لازم يكون في شي ناقص مشان هاي الحفلة. حاضر. وينك خالتي؟ انتي قلتي مبارح بدك هدايا لضيوف الحفلة، انا جبت كل شي. هدول شو فيهم؟ هدايا شو في منهم لإلي؟ في كثير شغلات لإلك، فيك تاخد اللي بدك يا ابني. ليكي خالتي سوريلي ما في داعي نشتري لأي شيء. ليش لأ يا سيندورا؟ سوريلي هي أمه لسمير، كمان لازم تاخد هدية. سوريلي رح تاخد كتير غير الهدية. ايه بس أكيد بالأخير سمير بياخد كل شيء، سوريلي بتكون بس الوصية عليه. ما بعرف إذا سمير رح ياخد كل شيء أو ما رح ياخد شيء. انتي شو قصدك سيندورا؟ انا قررت وانتي بتعرفي. بس فدية ما قررت، وانا جاية هلأ حتى اسألك واتأكد منك اذا انتي حكيتي مع فدية مشان موضوعنا قل الوردة لحفيدك. لازم تضمني انه هي رح تبصم خالتي، بقصد بلكي هي ما بصمت. لا انا ما حكيت معها ابدا، بس فدية ليش لحتى ترفض؟ فدية ليش لحتى ترفض؟ كمان أنا ما قدرت لقي أي جواب لهذا السؤال. فدية بتكره سوريلي كتير. ليش؟ وكمان هي حاولت إنه تأذي سمير أكتر من مرة. سمير كان رح يغرق بالمي بسببها هي، هو كان رح يموت كمان. ليش يا خالتي؟ غريب كتير، سوريلي بتضل عم تشتكي منها. ما بعرف ليش يا ترى؟ فدية ما حدا عم يفهم عليها شو بدها من هالعيلة. عن جد فدية طلعت طمعانة بالثروة كلها. هالثروة ملك بس لفدية. هذا السؤال مهم خالتي، بس يلا منعرف الجواب بالحفلة. أنا بدي إلك صراحة يا خالتي، يمكن فدية ما توافق. يعني بكرة رح تتعرضي للإهانة قدام كل الموجودين. أبوكي لما كتب كل الثروة باسم فدية كان واثق كتير من اللي عم يعمله. هلأ إذا رح يكون عنده مشكلة تعطي بس حصة صغيرة لوريث هاي العيلة شو رح؟ هالشي رح يثبت إنه خيار بابا بهداك الوقت ما كان صح. هو اختار الزوجة الغلط لأخي ساهر. فدية قبلت تتزوج من أخي بس كرمال الثروة. هي ما بيهمها غير الثروة والأملاك. مو مزبوط حكي؟ هذا الشيء بيعني إنه فدية ما عادت تحبني أبداً؟ وكمان ما بتحبه لسمير؟ أنا آسفة أخي، بس هي هي الحقيقة. فدية طلعت مرة مو منيحة، خدعت كل العائلة بطيبتها. أنت قلها هي ليش ما عم تحكي معك كل هالأيام؟ هي حاولت كتير تحكي معي يا أختي، بس أنا يلي مرضيت. إذا أنت مرضيت تحكي معها، هي كان لازم تحاول أكتر من مرة مثل ما كانت تعمل من قبل. بس هي حاولت شي؟ ليش هي ما حاولت يا ساهر؟ لأنه هلأ صار عندها رفقات جداد. لأنه فدية ما أنا بحاجتك هلأ يا أخي. أنا ما بعرف شو رح استفاد من هالحكي. الكل رح يعرف لما فدية رح تعارض خالتي وما تبصم عوراء النقل. أنا بعرف إنه فدية ما رح توافق. لا تزعل بنوم، رح تعمل هيك. أنا بعرف يا أخي. إذا فدية ما رح توقع بكرة أنا ما عاد رح أحكي معها يا أختي. رح ضل زعلان منها، ما رح أحكيها أبداً ولا حتى كلمة.
مو بس انت يا اخي، كل العيلة ما بقى رح تحكي معه ولا حتى كلمة واحدة. كل العيلة رح تعرف شو هي حقيقة فدية الحقيقية. ليش أنا ما لازم وقع على الوراق؟ الله يخليك إلي، هاي الثروة مو إلي أنا، كيف رح أرفض إذا حماتي بدها تعطي كل الثروة لحدا غيري؟ أنت لازم ترفضي فدية لأنه هذا بيكون حقي. مو ضروري تكوني الكنة المنيحة وتوقعي على الوراق، رح ينضحك عليكي فدية. أنت بتكوني مبسوطة إذا الخالة أوما بتعطي الورثة كلها لسوريلي اللي رح تدمر هاي العيلة؟ أنا بالصدفة سمعت سوريلي وهي عم تحكي على التليفون مع حدا، رح تبيع الأملاك وتهرب فورا. بس أنا فكرت إنه الموضوع كله ما رح يوصل لهيك مرحلة، رح ناخد التقرير قبل ما أبصم على أي وراق، كمان سوريلي رح تنفضح قدام العيلة، صح؟ هيك رح يصير فدية، بس بلكي صار تأخير، يمكن الخالة قومة تفكر تعطي كل الوراق لسوريلي بأول الحفلة، وقتها أنت إجباري رح ترفضي طلبها. بس شو رح يفكروا كلهم إذا أنا رفضت أبصم؟ ما فينا نفكر بكل هالشغلات مع بعض فدية، لازم نحن نتصرف صح، وإذا شي حدا بده يزعل مني سوريلي لما رح تنفضح قدامهم وقتها كلهم رح يفهموا ليش أنت عملتي كل هاد وما وقعتي. بس أنت بتعرف أنه أنا ما بدي سوريلي تاخد الثروة، هي بدها تضحك على هي العائلة، بس أنا ما بدي مرت عمي تفكر أنه ليكي فدية، إذا عن جد ما بدك سوريلي تحصل على كل الثروة والأملاك معناها هي الطريقة الوحيدة اللي توقفيها، لازم ترفضي طلب حماتك وما توقعي. إذا أنت ما رح توقعي هي ما رح تحصل على شيء، طالما هي طمعانة هيك بالثروة يمكن تأذي لسمير. لا تزعلي، بس هي الطريقة الوحيدة اللي توقفيها في الدياب. كارتيك؟ سامعني كارتيك؟ شوفي قولي كارتيك، قلي شو رأيك بهالساري؟ كل شي بيطلع حلو عليكي وبيجنن، القالب غالب. ايه كتير منيح، بس هذا بالأساس ما نو ساري، شايف إنك ما عم تنتبه على شي بخصني؟ التياب التقليدية هي كتير حلوة. صدقيني أنت بيلبق لك كل شي حبيبتي. عن جد؟ بس من لما تزوجنا شفتني شي مرة لابسة فستان تقليدي؟ خليكي ساكتي، هدول اتنين بيضلوا عم يتخانقوا كل الليل والنهار، لازم تفوتي لجوا ولازم تنتبهوا منيح على كل خطوة رح نعملها. بعتي كارتيك على غرفة سوريلي فوراً، فهمتوا شو قصدي؟ يلا روحوا يا سيداتي الرشيقات، يلا روحوا لشوف. يلا نروح، يلا روحوا روحوا. أنا لما بكون عم بحكي معك ضل عم اطلع بوشك، بس بدي افهم أنت هلأ بشو عم تطلع؟ أنا جبت لكم هدول لبن مثلج مشان يصير الجو بيناتكم بارد، اشربوا. ست مروة لا تنسي تعطيها الكاس الصح، اشربي دوي هذا اللبن كتير طيب، إذا شربتيه مرة رح تصيري تطلبي مني دائما، اشربي. الكاسة تبعها هاي ولا هاي؟ لا لا بجوز هاي، لا لا ولا هاي. يا ربي نسيت. شو هذا اللي على ثيابك؟ ماما مروة أخذت كاسة كارتيك بدل كاستا، شو رح نعمل هلا؟ أوه عن جد كتير حلو، ما هيك؟ لونه كتير حلو ومميز. بتعرفوا بصراحة ضيعتنا ما فيها هيك شغلات، شو اسمه؟ هاد خاص للشمع، في عندكم منه بضاعتي؟ أي أنا أبداً ما شفت منه،
عن جد هي كتير حلوة والتخت بجنن. تعي شوفي غرفتك كتير حلوة. هو كتير عجبني، لازم يكون عنا مثله بالضيعة. هذا اللبن كتير طيب. نحن رح نروح هلأ. ماشي باي. عن جد غريب إنه شو صاير لون؟ إيش بيعرفني؟ تعال هلا على غرفتي. سوريلي، الرسالة بتكون وصلته للمحترم بهاللحظة، رح تبلش اللعبة. ماما هارش لساعته بالغرفة، شو بدنا نعمل؟ عن جد إذا هالمجنونة جنت وسكرت الباب هلأ رح يضل هارش جوات الغرفة لبكرة. إذا هي شافته بغرفتها أكيد رح ينتزع كل شي عملناه بلمح البصر. نحنا منتعب وهو بيخرب كل شي. لا 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 لا، هو لازم يطلع من جوا. جايك يا حبيبتي. هو كيف إجا؟ الحمد لله أنك إجيت، فكرنا أنك رحت فيها. اليوم مو أنا يلي رح روح فيها، صار دوره هو حتى يروح فيها. اتزحلق العينتين. رح تروح عليك يا محترم. شو أعمل؟ هي رح تاخد كل شيء إذا أنا بصمت على الوراق. بعرف إنه سوريلي رح تخدع كل العائلة وتضحك عليهم، بس كمان إذا أنا رفضت أبصم هو رح يزعل مني كتير. شو بدي أعمل؟ شو لازم أعمل؟ لازم أعمل الشيء الصح وما أغلط. لازم هلأ سوريلي تطلع من هذا البيت بأقصى سرعة. يا رب تساعدني حتى أتصرف صح. أنا خايفة. يا رب تخيلك.